مع بدء موسم زراعة القمح في ريفي الرقة الشرقي والغربي المحررين، بدأت تبرز مشاكل ومنغصات عدة لدى أغلب الفلاحين، والتي قد تتسبب في عدم قدرتهم على تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الشتوي لهذا العام. الامداد يعني كان اول يمدونا للاجل، يعني ما يحاسبونا للموسم مثلا كان ندفع الرسوم اللي علينا. حاليا كلها نقدي يعني، والحكي هذا مبالغ كبيرة طائلة يعني. يعني اذا بدك تقوم مثلا 100 دونم حنطة، لما يكون بامداد تقدر تقوم 200 او 300 دونم حنطة. فلاح منين يروح يجيب؟ المردود اللي عنده غير كافي للانتاج، ما يكفي المصروف، المصروف اكثر من الانتاج، فوين بدي شلون بده يوفر، شلون بده يعيش، شلون بده يكمل. اكثر المساحات المزروعه في ارياف الرقه تعتمد في ريها على الابار الجوفيه، والتي جف اغلبها كون مصدر المياه تسيطر عليه ميليشيا قسد، والفلاحون بحاجة إلى مصادر مياه بديلة، بالإضافة إلى تأمين الكميات الكافية من المحروقات لسقاية الأراضي. دعم المازوت ما قاعد يجينا يعني، الآن لما يكون بدعم أقدر أقوم، ما عاد أقدر أقوم أكثر من قدرتي هاي. بس أنا من غير سماد ومن غير أي شيء كان. والحد القاع عندنا صار 15 يوم فالحين وكذا ودمين البذر وما قاعد عندنا مازوت تنسكي. دعم ما قاعد يجينا دعم كافي إن ننتج منه إنتاج الحنطة. بالنسبة للسماد وبالنسبة للمازوت وبالنسبة للجميع والري لازم شوية يساعدونا بالسماد والمازوت أكثر من هيك. يأمل فلاح الرقة أن يكون عامهم مليئا بالخير والوفرة، ويأملون سعيا جديدا وجدا من قبل المعنيين لتأمين مستلزماتهم في إبقاء هذه الزراعة على قيد الحياة.